وهنعرف ليه الخاصية دي موجودة في هذا السفر لما نفسر النهاردة أصحاح 36 في أريو، يعني ننتبه الموضوع مش هزار قوي، الموضوع كل الكتاب مفيش هزار يعني، بس ما هيش مجرد يعني صدفة كده أنه بيعيد كلام قاله في إشاعية أصحاح 7، هيعيده تاني دلوقتي، هو قصد شيء من هذا. نطلع مع بعض إشاعية 36. هاليلويا. نرى الأصحاح وبعدين ربنا ينعم علينا في التفسير. أمين يا رب. أحد الجنود القدماء كانوا معانا، وبعدين أنا شايفه النهاردة بالنظارة التعبانة بتاعتي، أفتكر هو أندرو مش كده؟ طيب تمام. وده متابع معانا الدراسة الحين بتاعت يوم الثلاث والجمعة كمان. إشعياء 36. إشعياء 35 احنا فاكرين ان بيتكلم عن الملك الألفي، وقلنا انه ما ينفعش الا عن الملك الألفي لانه في تغيير طبيعة الحيوانات والشواهد اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. يرجع تاني بقى يكلمنا عن جزء مذكور في أصحاح 7 وما بعد ذلك. نقرأ بالتبادل الأصحاح كله 36. وكان في السنة 14 للملك حزقية أن سنحاريب ملك أشورة صعد على كل مدن يهوذا الحصينة وأخذها. فخرج إليه اليقيم ابن حلقية الذي على البيت، وشبنا الكاتب، ويؤاخ ابن آساف المسجل. أقول إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والآن على من اتكلت حتى عصيت علي؟ وإذا قلت لي على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه، وقال ليهوذا ولأورشليم أمام هذا المذبح تسجدون؟ فكيف ترد وجه وال واحد من عبيدي سيدي الصغار وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ فقال إلياقيم ويؤاخ لربشاقي: كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على السور. ثم وقف ربشاقي
ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب، لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. حتى آتي وآخذكم إلى أرض مثل أرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم. أين آلهة حماتة وأرفادة؟ أين آلهة سفروايم؟ هل أنقذوا السامرة من يدي؟ فسكتوا ولم يجيبوا بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا: لا تجيبوا. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل هذه الأوقات الممتعة اللي بنقضيها عند قدميك لنسمع ونستمتع بكلامك أيها المعلم، وأنت المعلم يا رب، إن كنت تستخدم يعني أصغر البشر، لكن لأنك مش عايز حكمة بشرية ولا عايز بني آدم يفهم حتى، فحينما تتكلم أنت ليستد كل فم. تكلم إلينا يا رب النهاردة، تكلم إلينا وعلمنا، ولاسمك كل المجد. آمين آمين. الحقيقة إشعيا كان لي ذكريات مع أبو حزقية. أبو حزقية، حد يعرف اسمه؟ أبو حزقية الملك، حد يفتكر اسمه؟ هو ملك طبعا، يعني مين الملك اللي ملك مكانه حزقية؟ حد فاكر؟ أحاز، أشر ملوك يهوذا. في بعديه يجي واحد يعني يغلبه في الشر، لكن دوك أشر ملوك يهوذا لغاية دلوقتي، أشر ملوك يهوذا. مش فاكر بعديه ولا قبليه، مش قادر أذكر التاريخ. المهم مش مشكلة، يعني هم كذا ملك أشرار وحاز منهم يعني. فكان إشعيا قابل حزقية، قابل أحاز، متأسف، قابل أحاز لما كان ملك أشور بادي العلاقات مع ملوك إسرائيل. والكلام ده كان في إشعياء أصحاح 7، والمكان اللي راح قابله هناك هو المكان اللي مذكور هنا برضه، اللي هو قابله ربشاق يقابل المندوبين بتوع حزقية.
وكأن الكتاب المقدس عايز يقول لنا حاجة. طبعا عايز يقول، يعني مكتوب عشان يقول، إن لو كان أحاز من السنة كام سنة كده فاتت، لو كان أحاز سمع لكلام إشاعية والنبوة اللي قالها له وصدقها، مع إن النبوة غريبة جدا اللي هي العذراء تحبل ثالث ابن، وصدقها، ما كناش وصلنا لخراب أورشليم اللي حصل من الصحيح. أورشليم حاليا محروقة، خلص خلاص، مش خلصت عمليا لكن خلصت بالنبوة، لسه ما شوريين ما اتحرتش ايام اشعيا، لكن النبوة دي بعد خراب، بعد ما تنبأ اشعيا عن خراب اورشليم، كأنه الرب بيقول بفم اشعيا، لو كان الاب سمع كلامي لما انا قلت له وقتها، ما كانتش الضيقة دي دلوقتي حاصلة اللي هي بنفس الأصحاح ده حاصلة تيجي على ابنه، ولا كانت النبوات عن خراب أورشليم حصلت. وهنا بيدينا درس احنا اللي انتهت علينا أواخر الظهور. عشان كده أي حد فينا لما يحس إنه عاند مع ربنا في حاجة، بطل عناد، اخضع لرب، يخلص الموضوع. ما تبطلش وتعرض، هيبقى زيادة في زيادة في زيادة في زيادة. حد يرفض كلام ربنا ليه؟ يبقى ده مجنون ولا عاقل؟ ايه اللي قاله هناك إشعيا لأحاز في إشعيا أصحاح 7 في نفس المكان اللي اتقال هنا؟ فين المكان ده اللي هو يقول في أصحاح 36 سكة حقل القصار، أي حد يطلعها يقولها لي. عادل 2 وأرسل ملك أشور ربشاقي من لخيش إلى أورشليم إلى الملك حزقية بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار. نشوف هناك إشاعة 7 بيقول ايه؟ نعم على الثلاث، فخرج اليه اليقين من الحلقيه الذي على البيت وشبنا الكاتب ويؤاخ ابن اساف المسجل. إشاعة 7 هناك، نرجع لها كده نشوف مع بعض. ده كله في أيام حياة إشعيا، بس ده صح 7 أيام أبو حزقيل واسمه أحاز. نرى شايفة صح 7، وحدث في أيام أحاز ابن يثام ابن عزية مالك يهوذا إن رصين مالك أرام صاعد مع فقح ابن رماليا مالك إسرائيل. دول مش أشور خالص، ده 2 ملوك تاني، لو مالك سوريا أرام دي سوريا، وملك أفرايم اللي هو فقح ابن رماليا، إلى أورشليم، صعد الملك ده والملك ده إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها، وأخبر بيت داود، هو مين يقدرش اللي هو رصين الأول يعني اللي خد معاه ده في السكة كده. وأخبر بيت داود وقال له قد حلت أرام في أفرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. هنا ملك يهوذا الشرير اللي هو أحاز قلبه بيرجف زي أي شجرة، يعني ورقها بيسقط في ريح، يعني خلاص قرب ينتهي. أيوه هي دي، هي دي. فربنا أشفق على ملك يهوذا الشرير ده، فقال الرب لإشعيا أخرج لملاقاة أحاز، أنت ومين خد ولده معاه؟ شآر يشوب. شآر يشوب ده مقصود به التسمية بتاعته، بقية ترجع أو بقية تعود، يعني هيحصل نفي وفي ناس ترجع تاني تبني الهيكل. طبعا
نوكا مالكش يولد الان بحي خالص. اخرج ملقات احاز انت وشعار يشوب ابنك ونفس المكان الى طرف قناه البركه العليا الى سكه حقل القصر. هذا كذا خدمه في الاصحين دول كذا خدمه. فايه اللي حصل؟ انه راح هناك قبله، ما تخافش، انبسط، اطمن، دول شعلتين وقاعد مستني امتى يعني ربنا يعمل حاجه. فايه اللي حصل؟ قال له هو ذي العذراء تحبل ايده. ده قال ده الراجل جرى له حاجه في دماغه، بس قال له ما تخافش مش هيعملوا لك حاجه، المؤامره مش هتتم. كانت في مؤامره يشيلوا ملك ارام وملك اسرائيل، يشيلوا احاز لانه معاند معاهم، لان احاز كان ناوي على صداقه مع ملك اشور. والرساله اللي بلغها ربنا باشعيا يقول له يعني معناها ما تروحش الملك اشور، انا معاك ما قبلهاش. العذراء تحبل وتلد ابنه وتدعو اسمه عمانويل، انا معاك ما تعملش كده. في الاخر رفض الحكايه دي خالص. وتكمل في اشعياء 8 ان ربنا بنبوات قال اشعياء الشعب ده رفض الحل بتاعي، الحل حل بيه المشكله، فلذلك ملك اشور هيذل البلد دي. ملك اشور ذلها ايام احاز ودلوقتي بيذلها ايام ابنه. ده درس مهم جدا، ان احنا بنشوفه بعد ما تنبأ إشعياء عن هلاك البلد كلها، ثم اختيار الرب للنهاية السعيدة لأولاده، و35 الملك الألفي بكل أحداثه السعيدة جدا. ده بيفكرنا باللي حصل من حوالي مثلا نقول 10 سنين 5 سنة، ما نقدرش نعرف بالظبط، ما نعرفش أي سنة في حزقية راح، انه لما احاز رفض طريق مياه شيلوه، مياه شيلوه رمز لمياه الروح القدس، لفكر الرب لانقاذ الامه وانقاذ الملك الشرير، ومعاه الرب بعت له النبي، والنبي قال له ما تخافش مش هيحصل، المؤامره مش هتحصل. مش هتحصل ازاي؟ ده انا سامع الاخبار جايه بنقول لك مش هتحصل. الحل مش اللي انت هتعمله. ايه الحل اللي كان هيعمله الملك احاز؟ انه يعمل اتحاد مع قوه اكبر. ده حل سياسي ولا حل روحي؟ حل سياسي. السياسه ما تنفعش، لان السياسه مخ بني ادم، الروحي هو ده اللي يكسب، لان بيدخل فكر الله معاه، بيخضع لفكر الله. ده تعليم لينا احنا دلوقتي. اوعى تفتكر انك بالفكاكه بقى والسياسه والدهاء والمكر انك هتكسب، ما حدش كسب بيهم طول عمره. هامان كان بيشغل بيه بالمكر، اتصلب على الصليب اللي هو عمله، شغال في هدوء كده مش قال الملك حاجه، ودخله بالصليب عشان يصلب عليه مردخاي. ربنا في حلم بس صح الملك، الدنيا اتقلبت في نفس اليوم، اتصلب همان نفس اليوم مش يوم تاني، لأن الخصي مش عارف اسمه مكان ولا ايه، قال له الصليب اهو اللي كان جاي يصلب عليه مردخاي، قال له اصلبوه عليه. في نفس اليوم رايح واخد الصليب هناك اتصلب عليه، بس ده كان الصبح بدري الساعة 6 ولا 7، وده كان بعد الغداء حوالي الساعة 3 4. لكن اللي بيتوكل على الرب لا يمكن يخسر. ايه اللي بيخلي الانسان ما يتوكلش على الرب؟ العند، وانا اقدر احلها. هذا بالظبط كان فكر احاز. فبيرجعنا للقصه القديمه اللي حصلت من حوالي 10 15 سنة، لم يقبل احاز الحل اللي قاله اشعيا، ادي النتيجه. لكن لان حزقية عدل طرقه امام الرب، حزقية ما فيش نزله بينه وبين ابوه خالص، وهو نفسه اعترف ان ابوه ده شرير جدا،
وصلح كل الخراب اللي عمله لأبوه. فلذلك ربنا أهلك 185 ألف واحد من جيش ملك أشور بملك واحد في ليلة واحدة، ونجى المملكة. عشان كده هنا في سفر إشعياء أصح 36 بيرجع بينا حوالي 10-15 سنة من خدمة إشعياء عشان يقول لنا إيه اللي هيحصل دلوقتي. حصل إيه بقى؟ وكان في السنة 14 للملك حزقية أن سنحريب ملك أشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة وأخذها. ليه؟ لأن أبوه ما صدقش كلام إشعياء من فم الرب ويتكل على ربنا لأنه شرير. وأرسل ملك أشور ربشاقي من لخيش. أنا النهاردة بس عرفت أن ربشاقي ده معنى اسمه الحرفي، يعني اللي هو رئيس السقاة. رئيس السقاة دي وظيفة كبيرة جدا في القصر الملكي، لأنه ده اللي هو والاستاف بتاعه اللي بيعدوا شراب الملك. طبعا الملك وقتها مش فاضي اللي يشرب وياكل ويتجوز ويعيش مع حاجات عجب كده. الواحد لما يملك كده يعني ايه، يعمل له بقى هيصة هيلمان كده خاص بيه. فأهم واحد في الشغل رئيس السقاة، لأن أي حتة سم تموت الملك. فكلمة رب شاقي يعني رئيس السقاة، وبتستخدم لرئيس الجيش كمان، لأن هنا رب شاقي مش رئيس السقاة. رئيس السقاة ده كان نحامية، لكن هنا رئيس الجيش ده اسمه ربشاقي. نفس الكلمة الوظيفة، لأنه ده أهم واحد في القصر الملك، ده أهم واحد في قيادة الجيش. وأرسل ملك أشور ربشاقي من لخيش، اللي هو بيحارب لخيش، إلى أورشليم إلى الملك حزقي بجيش عظيم. ربشاقي ما راحش وحده طبعا. أمال أنت عندك إيه جيوش يا سنحريب؟ جيوش كتير أوي، حاجة عجيبة. هو محاصر بلد، بل أكثر من بلد، ما عرفش أنا كم بلد محاصره، وبرضه رايح يحاصر أورشليم بجيش عظيم. نعرف من الكلام إنه جيش تقريبا عدده كام؟ تقريبا مين يقدر يخمن؟ بالظبط، إذا كان ماتوا 185 ألف يبقى الجيش حوالي ربع مليون مثلا، 200 ألف قليل، ما كانش أكثر. فجيش عظيم جدا، 200 ألف ده إيه؟ مش سهل الكلام ده، يعني قرب ربع مليون، يعني عنده جيش حوالي مليون. زمان الجيوش كانت بالملايين. في جيش مذكور عنه في منكوش كان ألف ألف، يعني مليون، مليون واحد جم على بلد مسلحين وحاجة كبيرة أوي. فجه جيش عظيم حوالي مليون ما كانش أكتر. فوقف عند قناة البركة العليا، نفس القناة اللي هي كان إشعياء راح لأحاز أبوه كلمه فيها ورفض الحل بتاع الحل المسالم، إنه يؤمن بالله إنه هيخلصه، لأنه وعده مش هيحصل التهديد ده خالص. لا، أنا المخ بتاعي بيقول لي أنا اللي عملها مش أنت. وفعلا عملها، بس اتذل بعديها. يعني ربنا قال طب خلاص اعملها، عملها. قالوا ملك أشور ركعوا، عارف ركعوا يعني؟ ركعوا، خلاه شال المذبح وخلاه عمل عمال في بيت الله. وهم مالهم بيت الله؟ هم بيتعبدش هناك خالص، لكن بوظ بيت الله خالص. وكله طبعا عبارة عن إثم لبس حزقية لغاية ما مات وراح في المقر الأبدي التعيس. فوقف عند قناة البركة العليا في تاريخ حقل القصار، بالضبط التاريخ يعيد نفسه. نعم، برافو عليك، ما أنا كنت لسه هفسر هيمن، أنت عارفة الزهر اللي أنا عايز أقوله. المرة الأولانية راح إشعياء قابل أحاز في نفس الحتة ورفض أحاز حل الله. العقاب في نفس الحتة، بس ده مش عقاب أحاز. أحاز افتكر انه عمل حاجة عدلة بس تعاقب بعدين، ويعني زي بيقول كده ملك أشور
يعني خلاه ولا شيء، بقى حاز لا يملك إطلاقا. اعمل كذا اعمل كذا، حتى بيت ربنا غيره ملك أشور. ففي نفس الحتة ابتدى جيش ملك أشور عشان ياخد أورشليم. وقبل ما يجي هنا كان خد كل مدن يهوذا الحصينة، يعني زي مثلا ايه، انتوا اغلبكم مصريين، ما فيش الا واحدة سورية وهي عندها مدن حصينة زينا وقاهرة، زي مثلا واحد بيحارب وخد الاسكندرية، بيحارب مصر خد الاسكندرية وخد الاسماعيلية وخد السويس وخد بورسعيد ودخل من تحت وخد الاقصر وخد قنا وخد اسيوط وخد سوهاج وخد الدقهلية، فضلش الا القاهرة. ايه المصيبة دي؟ هياخدها هنعمل نحاربه ازاي؟ ده كل مدن يهوذا الحصينة، كل مدينة ليها سور يعني خدها. وبعدين بعد بقى ربشاق اللي هو رئيس الجيش ده، أرسل ملك أشور ربشاق من لخيش إلى أورشليم إلى الملك حزقية بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار. أنا متهيألي إشاعة بتنبأ النبوة دي، يا سمعت يا أحس؟ لو سمعت واحنا بنقرا الكتاب، ارجو ان الرب يذكرنا باي عناد عملناه قبل كده ونندم عليه ونعملوش تاني. الله هو السيد، مفيش سيد غيره، مفيش سيد غيره، كلنا عبيد. في عبد معاند وفي عبد طائع للرب، وكل ما نكون في طاعة أكثر كل ما ناخد بركة أكثر ونستريح أكثر. إحنا مش بس إحنا وأولادنا كمان، ده ابنه حزقية، ده ابنه اتبهدل في ذلك الوقت. طيب وقف هناك، فقال لهم ربشاق، طلعوا من دار الملكية اللي هم ثلاثة، اليقيب بن حلقية الذي على البيت، شبنا الكاتب، يؤاخ بن أساف المسجل. دول ثلاثة من اللي في القصر الملكي بيخدموا مع سكرتارية الملك حزقية، و يعني مسكن له البيت هناك، المسك البيت والمسجل والكاتب. فقال لهم ربشاق، قولوا لحزقية، لو أي واحد حاليا سياسي وعايز ينجح في السياسة وسألني، طبعا ما حدش سياسي يسألني، أنا بتخيل يعني، هقول لهم أعظم حكيم في السياسة اسمه ربشاقي، كان في أيام حزقية الملك، ده أرسله ملك أشور لحزقية، اتعلموا منه السياسة إزاي. لحسن عندنا ناس دلوقتي في السياسة ما يفهموش حاجة خالص، متأسف منهم حد قريبنا يعني ما يفهموش حاجة خالص في السياسة، يعني الدنيا كلها قامت ضد الإرهاب لك أنا أساعد الإرهاب، السياسة دي حد يساعد الإرهاب والإرهاب خرب بيتك؟ هنا راجل موزون قوي، هادي جدا والكلمة في معناها، ومرعب. نشوف منطقه بقى، ده شرير شرير، بيكلم واحد أمين وابن للرب لكن بيكلمه بطريقة مفزعة جدا. نشوف أول بند في السياسة بتاعت ربشاقي. فقال لهم ربشاقي، قولوا لحزقية، ما قالش الملك حتى، قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم. وحد يقدر يقول لأ؟ هو فين مملكة حزقية دلوقتي؟ أورشليم بس، ومن المدن الحصينة التاني مين يملكها؟ الملك العظيم ده ما خدها خلاص. هكذا، ما قالش هكذا، فقال له ربشاقي، قولوا لحزقية هكذا، جت هكذا، هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور، ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ انت متكل على ايه؟ ثم قال له، عايز اناقشك في اتكالك. ليه؟ اقول، منطق معقول جدا، انما كلام الشفتين، يعني نعمل مفاوضه مع بعض
أنا وأنت، بس بواسطة يعني مندوبي وبواسطة مندوبينك نعمل جلسة مع بعض، مفاوضات مع بعض، نتفاهم سوا قبل ما تشتعل الحرب، نتفاهم سوا. أنا طالب سلام للبلد بتاعتك. إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس، نخلص بلاش حرب. بأس الحرب يعني حاجة قوة جميلة إن احنا نتفق قبل ما نحارب بعض، إيه رأيك؟ ونخلص الموضوع. والآن على من اتكلت علي حتى عصيت علي؟ هو حزقية عصى على ملك أشور؟ أيوة. ليه هو كان ملك أشور بيسود على حاز؟ أيوة طبعا، ده مص دمه، مص دمه، كان أحاز بيدفع دم قلب المملكة الملك أشور، فاكر إنه هيكسب مخه لولا الإصلاح اللي عمله حزقية ورفض تعبد لملك أشور وتعبد للرب، لولا الإزدهار اللي حصل أيام حزقية. لكن أحاز برفض الحل اللي قاله إشعياه المملكة نزلت تحت خالص، إفلاس، يدفع دم قلبه فيها. فحصل إيه؟ عصيان من حزقية على ملك أشور، بيقول له انت عصيت عليا ليه بقى؟ قول لي بقى، انت متكل عليا حتى عصيت عليا؟ انك قد اتكلت على عكاز، هذه القصبة المردودة على مصر، وقتها كان في ثلاثة أمم كبار، بس مرة دي تكبر ومرة تكبر ومرة تكبر كده، يعني ايه كل واحد تطلع شوية وتنزل والثاني تطلع شوية وتنزل. مين الثلاثة الكبار دول؟ دلوقتي فيش إلا أمريكا، لا وقتها كان في ثلاثة كبار. مين الثلاثة الكبار؟ أشور ومصر والثالثة، لا دي صريحة سكت متكسرة خالص، الثالثة بابل. فدلوقتي أشور لسه بابل ما طلعش قوي، بس باين انه ابتدى يطلع كده، لانه طلع على طول بعد الحكايه بشهر، بعد المحادثه دي يمكن باقل من شهر بابل ظهر، لما جيش ملك أشور اتاكل. فاكرين ايام يوشيع؟ ده يوشيع ده بعد حزقيه، لما نخو ملك مصر قتله كان يوشيع طالع يحارب مين؟ لا ما كانش طالع نبوخذنصر، كان طالع يحارب ملك أشور عشان يكسره، فنبوخذنصر حارب الاثنين وكلهم وخلص عليهم. قلناها دي قبل كده، كان هو بعت رسالة، كان مش عايز يتعطل، يعني بعت رسالة ليوشيع قال له أنا على بيت حرب، أنا مالي ومالك طالع لي أنت تحاربني؟ لكنه كان إرادة ربنا أنه يعني ياخد يوشيع عنده يريحه، لأن الدنيا كلها اتلخبط بعدي، فعلا اتلخبطت لغاية لما ملك بابل كسر المملكة كلها. فهنا كانوا ثلاث ممالك، بيقول له على من اتكلت؟ على مصر؟ أيوة مملكة قوية. لا مصر بقى مش هي اللي انت فاكرها، ده مصر بقى لها شوية وكل شوية بتضعف أكتر، مصر خالص. إنك اتكلت على عكاز، هذه القصبة المردودة على مصر، التي إذا توكى أحد عليها دخلت في كفه وثقباتها، فوقع هو على الأرض، هتوقعك على الأرض مصر دي. تشبيه لذيذ، مش لذيذ، تشبيه فنان، يعني تكر عليها هتروح داخلة في إيدك تخرمها وتقع أنت على الأرض، أنت هتقع. الحقيقة أن حزقية ما بعتش لمصر، غيره كتير بعت لمصر، وحتى لما سبيت المملكة برضو اللي بقوا في الأرض وقتها لما جينا أبو خزاصر وكسر المملكة برضو راحوا مصر، فاكرينها لسه قوية، وربنا قال لإرميا خدوا إرميا معاهم، إرميا بعد حزقية بعد إشاعة طبعا،
قال له روح عند القصر الملكي هناك في تحفنحيس دي وحط لوحة هناك من الطين اكتب عليها ان نبوخذ نصر سيسود على هذه البلد وحيموت كل الناس دي. وفعلا حصل، راح وموت كل الجماعة اللي كانت النبوة عليهم اللي هم هربوا لمصر. فهنا مصر كانت بالتالي تضعف وضعفت اكتر بعدين. هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه، هتروح خارم ايدك وانت تقع. وإذا قلت لي على الرب إله، هو فعلا هو قال كده حزقية على الرب إله اتكلنا، ده صح يعني. رب شاقي عارف الحكاية دي ورد عليها رد كويس من وجهة نظره هو حسب معلوماته. وإذا قلت لي على الرب إلهنا اتكلنا، هو بيكلم الشعب مش حزقية، عشان يقول مندوبين عشان يقولوا الكلام ده الحزقية. أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه وقال ليهوذا والأورشليم أمام هذا المذبح تسجدون؟ لأن هو عرف وسمع الأخبار والـ FBI بتاعة الجيش وصلت له أنه في الإصلاح اللي عمله حزقية للبلد أزال كل الأوثان وزال كل، فهنا بالنسبة لهم يعني أزال العبادات خالص. بس ما فيش إلا بس إله حزقية، بس ملوش إلا بيت واحد بس. ده ايه الضعف بتاع اله ده مفهومهم عن كده. ايه ده احنا الهنا ده ليه 3000 بيت في المملكه؟ ايه ده؟ اله بيت بتاع بس. ده ايه الضعف ده؟ طب ده يساعدك ازاي ده اللي ملوش الا بيت واحد؟ فده المنطق بتاع ايه؟ بتاع رب شاقي. اولا مصر بتضعف كل شويه وهتقع، انت هتخرم ايدك. إلهك أنت اللي ضعفته، شلت له البيوت كلها. طبعا هو مش فاهم إن دي بيوت أوثان، فاكر دي بيوت آلهة. شلت له البيوت كلها. طب متكل على إيه؟ طب هقول لك حاجة. إيه رأيك؟ هعمل معاك اتفاق. فالآن يلا نعمل رهان مع بعض. راهن سيدي ملك أشور فأعطيك 2000 فرس إن استطعت أن تجعل عليها راكبين. يعني هل عندك 2000 فارس؟ يعني ما عندكش 2000 فارس وأنا جاي لك بربع مليون غير بقى الجيوش التانية اللي ممكن تلحقني لو أنت غلبتني. ده ربع مليون ده بس الجيش بتاع اللي هو مات منه 185,000 تقريبا، يعني ما صار ربع مليون او 200,000 على الاقل عشان يبقى في ناس حتى خبرت وقالت حصل كذا. 2000 فارس ما عندكش، هتحاربني ازاي؟ ازاي مخك يقول لك انك ما تقبلش الصلح؟ انا مش عايز اموتك، ده انا عايز اصالحك. شوفوا المكر والدهاء ازاي، كلام مقنع جدا. فكيف ترد وجه والي؟ انا بس هعين والي كلداني يملك على البلد، مش اسف اشوري، والك اشوري يملك على البلد بس خلاص. لا انا هكسرك ولا هبهدلك ولا حاجه، وبعدين هاخد الشعب اللي هنا. ودي كانت خطة بيعملوها زمان. ليه؟ عشان لما ياخد مثلا المصريين يوديهم سوريا والسوريين يوديهم مصر، السوري هيشعر مرض مصري مش أرضه، والمصري هيشعر سوريا مش أرضه، فيبقى النزعة بتاعت حب الوطن راحت، فيقدر يبقى الملك الكبير هو اللي سيد بقى، سيد على سوريا وعلى مصر. بيعملوا كده زمان، يروح باخد الشعب ده حطه هنا والشعب ده حطه هنا، محدش ينتمي لبلده ولا لآلهة البلد لأنه غريب عن آلهة البلد، فبذلك يبقى سيطر على البلد. ده كان وقتهم بيقولوا كده. فكيف ترد وجه وال واحد من عبيد سيد الصغار وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ أول حاجة في البنود، احنا خلاص آخر بند جاهو. أول حاجة في البنود
اللي هو ايه؟ اللي هو مصر. مصر ضعيفة جدا. صحيح لسه ما غزاهاش ملك أشور، وملك أشور ما غزاهاش مصر، اللي غزاها ملك بابل بعد ما كسر ملك أشور ومصر هرب منه وراح هناك راح كسره. يعني أشور ما غزتش مصر، لكن ضعف مصر واضح قوي، ما حدش بيتكل عليها، ما فيش بينها تعالوا بين حد تاني خالص. البند التاني في الكلام ده هو الرب إلهنا وانت أضعفت إلهك، ده مجنون إيه ده؟ إلهك ما بقولوش إلا بيت واحد. ده كان زمان أيام أحاز كان ليجي مليون بيت، ما عارفش قد إيه، ما تعدوش. فين العبادة اللي أنت شلتها دي خالص وقلت في البيت ده بس؟ أنت أضعفت إلهك. تالت حاجة، أنت ما عندكش 2000 فارس، طب إزاي ترد واحد بيصالحك؟ كل اللي هيحصل هيبقى لي والي هنا فقط لا غير. اخر حاجه بقى يقول له، هو انت تفتكر يعني ان انا لم اصعد عليك باسم الرب؟ ايه الرب ده اللي بيتكلم عنه؟ رب شاخي اللي هو رب ملك اشور، مش رب حزقيه، لا، لكن قال له الرب، استخدم اسم الرب. زي ايه؟ زي لما راح يهوشافاط يزور اخاب، فاخاب عايز يقنع يهوشافاط الملك يهوذا، شفت ملك يهوذا أخذ ملك إسرائيل، عايز يقنعه يدخل معاه في حرب ضد رموت جلعاد، فجمع 400 نبي أنبياء البعل اللي مبتوع أخاب، قال لهم ما تجيبوا سيرة البعل في النبوات، قولوا قال الرب. قال الرب، عشان إيه؟ الملك اللي معاه بيتعبد للرب مش للبعل، قولوا قال الرب، قال الرب، والربعمية قال قال الرب، قال الرب، قال. فطبعا يهوشافاط مالهم من ربنا دول؟ فقال له ما فيش هنا والنبي واحد للرب. قال له واحد بس بقى ما يحبوش، هو كان ميخا بن يامل. فنفس الحكاية هنا، هو بيستخدم اسم الرب ليه؟ لأن ده اللي يهمه، الحزقية يخاف منه. طب ما أنا الرب قال لي أجي وأكسرك. وفي آية أخرى صريحة قالوها ثلاث ممثلين ذو الربشاق واللي معاه الاثنين التانيين، قال الرب قال لي اخرب هذه الارض. في خدمه على الحكايه دي اللي هو صلحا اصنع معي، صلحا برضو ده عنوان تاني، خدمه تاني كان على هذا الموضوع. والان هل بدون الرب صعدت على هذه الارض لاخربها؟ الرب قال لي، اهي جت اهي، انا كنت لسه ما فكرت لسه ما جتش، اصعد الى هذه الارض واخربها، يلا بقى سلم نفسك ان نخربها. الكلام مقنع لغير المؤمنين، واللي بيوزن الامور الوزن المادي ده مش مؤمن، لانه هيخربط بيته وهيخربط عيلته وهيخرب نفسه زي ما قال هنا اخربها. المؤمن هو الشخص المتوكل على الرب الذي لا يكترث باي تهديد مهما كان، ولا يستمع الى اي يعني انذار من اي شخص، لكن الرب له هو اللي بيقول له، بيقول المشوره، مش واحد تاني يقول له مشوره وتعالى نتفاصل لا 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 لا، انا بسمع من فوق ما بسمعش من ناس من تحت. كنت بعد ارضي ناس ده في الخدمه، بولس قال لست عبد المسيح، هكذا في الحرب، حرب الروحيه او الحرب مع حتى الماديه، مين اللي بينجح في الحرب؟ اللي بيسمع صوت الرب. داود كان بيسمع صوت الرب، عشان كده انتصر في كل حروبه، كان بيسمع صوت الرب. يقول الرب لما مثلا في مره مرات كان ضد الفلسطينيين، قال لما تسمع صوت في وسط اشجار البكا انا اللي بتقدم، ادخل دخلوا بهدلهم، لان الرب متقدم معاه. طيب ايه اللي حصل بعد كده بقى؟
فقال إلياقيم وشبنا ويؤاخ لرب شاقي: كلم عبيدك بالأرامد. عدد كام؟ على 11 أربعة كام؟ 11 لأن أنا فهم ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على السور. طيب هل هذا الكلام اللي قاله إلياقيم وشبنا ويؤاخ لرب شاقي، هل هذا موافق لوصية الملك حزقية اللي قالها لهم ولا مش موافق؟ هو الملك حزقية قال لهم ايه؟ لما بعتهم من المقابلة قال لهم ايه؟ هتطلعها؟ انا سامع صوت اصلي همس بس مش سامعه. مين اللي بيتكلم؟ سوري، قال لهم ايه يعني ملك؟ الملك حزقيا قال لهم ايه؟ عدد كام عندك ولا طلعه لك؟ 21. مين اللي هولنا بصوت عالي؟ يلا يا هندر اتفضل. طب انتوا جبتوا لي دلوقتي؟ يبقى ده كان صح ولا غلط؟ طيب لانه الملك قال لا تجيبوه وهم أجابوه، كانت النتيجة إيه؟ إيجابية ولا سلبية؟ سلبية. ليه؟ ليه سلبية؟ هزقوه وأرعبوا الشعب، وبدل ما كانوا بيتكلموا عادي كانوا بصوت عالي جدا بالميكروفونات وأكثر ميكروفونات وقتها، ما عرفش علوا صوت إزاي؟ ودي نقطة مهمة جدا في علاقتنا بالرب. لما الرب يقول لك اسكت اسكت، ما تتكلمش ما تتكلمش، أي كلمة تقولها لصالح عدوك مش لصالح الرب. وده مهم جدا لما حد ينرفزنا، اوعى تتكلم، تكلم مع إلهك بس من جوه جوه كده بس خالص، حد يفقدك اعصابك ولا كانك سمعت بينك من الرب. يا رب هديني احسن، انا بتكلم كلام صعب قوي، ولا يهمك سيب الرب يصرف. دي نقطه مهمه جدا، السكوت اسكتوا. في ايه يقول لك عن الله يسكت في محبته، وانت اول ما تلاقي الشد اسكت واتكلم مع سيدك، تكلمش مع واحد يرسليك ويقول لك طبطب عليك ويقول لك آه لا لازم تتكلم، لا 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 لا، ده كلام بشر. زادوا الطين بلة لما اتكلموا، ولما سكتوا الرب اتصرف. فقالوا ايه بقى؟ تكلموا قالوا ايه بالظبط؟ سامحوني يعني، لما يكون واحد داهية ويقابله واحد ساذج حافي، رب شاقي داهية مستنداه، واحد ورا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة وكلها ترعب فعلا. صحيح حكاية إنه مذبح واحد دي هم فاهمينها بالعكس طبعا بتخرف، لكن حكاية فعلا 2000 فارس ما عندوش 2000 فارس خالص، وحكاية إنه والي واحد ويسكنهم ويريحهم، طب ودي الحرب صحيح وحرب غير متكافئة خالص، واحد ما عندوش 2000 فارس والتاني جايب بربع مليون جيش، لأن مات منهم زي ما قلنا 185,000 واحد، ما فيش أي تكافؤ. ده غير إنه عنده جيوش تانية، في جيش في لاخيش وجيش مش عارف إيه ولبنى كذا حتة بحاربها الملك أشور. فقال إلياقيم، أحيانا بتبقى حاجات تغيظ، واحد ساذج كده يعني مش عارف فلاح حافي بيكلم حكيم داهية في الدنيا. طبعا الفلاح الحافي ده ممكن يكون رايح سما يبقى اوحش، لان ربنا قال له اسكت قدام الحكيم ده، ما تتكلمش معاه كده. راح دخلوا بقى في ايه مع ربشاقي. فقال إلياقيم وشبنا ويؤاخ لربشاقي: كلم عبيدك بالارامي لأننا نفهمه
ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على السور. ايه يعني جايبينها له بالظبط حاجه يعني ايه بقى يلا افجر بقى بكل بساطه، احنا خايفين على الشعب اللي جالسين على السور. تصور بقى واحد ملك عدو جاي بيهدد وقالوا له اصل دول خايفين عليهم يتهددوا. صحيح؟ هدد يا واد ما نسكت يعني. ليه الهبل ده؟ فاللي حصل بالظبط كده. فقال ربشاخ بعد ما اهانهم: هل الى سيدك واليك ارسلني سيدي لكي اتكلم بهذا الكلام؟ اليس الى الرجال الجالسين على السور. طب هم جالسين على السور ليه؟ جالسين على السور ليه؟ زي مثلا لما كانوا بيطلعوا الاخوان المسلمين يوم الجمعه، اي جمعه من الجمعه اللي بيطلعوها دي ضد النظام الجديد، يعني بعد ما مرسي قصدي بعد ما السيسي خلص الموضوع يطلعوا يقول له هنعلن بكره مش عارف ايه كذا جمعه ايه اي حاجه، تلاقي المصريين في الدنيا كلها بيطلعوا على ايه بيعملوا ايه عندهم في جهاز ايدهم بيعملوا فيه ايه؟ بيشوفوا الاخبار، بيشوفوا الاخبار. طب هم ايه اللي عندهم في الدنيا غير الاخبار بتاعت الحرب؟ طب يشوفوها من فين؟ ما عندهمش الجهاز ده، ما بيعملوا ايه؟ في الاسور. اهم حاجه كلام الراجل ده هيقول ايه؟ ورجالتنا بقى احنا هيقولوا ايه؟ فرجالتهم اولا خذوهم، ما تكلمهمش هم، كلمنا احنا. احنا عايزين نعرف الاخبار. ولما قال بقى الخبر قال لهم دول هياكلوا الكاكاو بتاعتهم ويشربوا البول. الا لو انا اجي ارسل والي يشربوا ميه وياكلوا خبز. طبعا الشعب ارتعب جدا. وشايف الشعب الربع مليون اللي قدامهم وما فيش جيش في البلد خالص، ما فيش جيش حاجه. فده كله بسبب انهم اخطاوا واتكلموا الكلام الساذج الذي لا معنى له. امال ايه الكلام المظبوط؟ ارفع عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني، من عند الرب عوني، من فوق مش من تحت. مش اطلع من فوق السور عشان ابص على الجيش وارتعب، لا 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 لا. كان اشعيا فوق السور وقتها؟ طبعا لا. هو اللي بيقولوا النبوة دي ما كان بينه من الله اتصال، بينه وبين الله كلام، وربنا عايز أولاده المؤمنين بيه يكونوا مثل ثبات الأنبياء في العهد القديم. في كل ثقة الصديق كشبل ثبيت، لا ارتعب لا خاف لأن الله معاه، مش قاعد مرعوب 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 مرعوب. ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم. ثم وقف ربشاق بقى ونادى بصوت عظيم باليهودي، بدل ما كان بيتكلم بصوت هادي، وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور، هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم. وانا قلت لكم الاسباب قبل كده، ما عندوش اي امكانيه لانقاذكم. طبعا من الوجهه البشريه صح، لكن من الوجهه الثانيه مش صح يا ربشاق، انت لانك انت الهك وثن مش الهك ربنا. ولا يجعلكم حزقيه تتكلون على الرب. هو الظاهر هنا حس انه ايه حكايه الرب دي هي اللي مديها شوية هدوء للناس يعني. وطبعا هو اللي حصل بعد كده، حزقية ما ردش وبعت الرسائل لإشعياء، وبعدين هو الأول صلى وبعدين بعت الرسائل، وبعدين حصل الإهلاك لجيش ملك أشور. ناخد الباقي بسرعة على حل، هو يعني الأصحاح ما فيهوش تفسير كتير بيحكي حكاية. ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب، قيل إنقاذا ينقذنا الرب، لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. ما
يقول لهم الكلام ده قاله لكم حزقي، ما عرفش قال ولا ما قالوش، لكن ده يعني المتكل الوحيد للشعب في الأزمة دي، ما عندوش جيش يتكل عليه، ما عندوش حاجة خالص. لا تسمعوا لحزقية، لأنه هكذا يقول ملك أشور. راح قدام عرض بقى سخي جدا. في الأول قال والي واخرب الأرض، دلوقتي ما قالش اخرب الأرض، ادى عرض بقى سخي جدا. بغيره هتاكلوا العذرة وتشربوا البول، لكن اصنعوا صلحا معي، اعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي. يعني ايه؟ يعني انت يا ناس اللي على السور بدل ما تنزلوا الناحية دي انزلوا الناحية دي، تعالوا لي تبقوا ولادي معايا وأكلكم عيش وفرحكم، يعني very tempting للشعب. اعقدوا، ما فيش أي واحد هقتله، أنا هصلح هعمل صلح، هعقد معاكم صلح، اعقدوا صلحا معي، اخرجوا إلي تعالوا لي. وكله كل واحد من جفناتي، يعني كله يعني اللي هيطلع لي لما انا هغزي البلد بقى هموتها هناك، هيدخل على الكرمه بتاعته وترجع كل واحد لبيته، كل واحد من كرمته من جفنته وكل واحد من تينته، واشربوا كل واحد ماء بئره لغايه لما ارجع بعدين واخدكم الى ارض مثل ارضكم، أرض حنطة. شوف الوعود بقى اللذيذة، هم من وقتها كده حسوا حتى العيش قال في البلد، أو لسه ما خلصش العيش، لكن قال هو نشكر ربنا ما خلص خالص، لأن اتقتل ملك أشور، مش ملك أشور اتقتل، هو اللي ليه كله، لا هو جيشه اتقتل بعدين هو راح قتلوا أولاده هناك. إلى أرض مثل أرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم، لا يغركم حزقية قيلنا الرب ينقذنا. وادي الدليل، هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ وبالأخص يذكر إيه؟ السامرة اللي هي نصكم الشمالي، ما أنا أخدته كلته، مش ده نفس إله ولا إيه؟ ما ده نفس الشعب. إيه المملكة الشمالية كانت بتعبد ثلاث آلهة؟ أين آلهة حماتة وأرفاد؟ أين آلهة سفروايم؟ هل أنقذوا السامرة من يدي؟ ثلاث آلهة، مش إله واحد، عندك واحد وعندهم ثلاثة، ثلاثة ما أنقذوش بلدهم من إيدي، بل الإله الواحد ده الحزقية أزال مذابحه ومرتفعاته، ينقذكم من إيدي إزاي؟ وإيه الطريقة؟ إيه الناحية العملية؟ عنده إيه؟ من كل آلهة هذه الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ وتعلموا الدرس بقى، قالوا ده ما ينفعش اللي معاه إيه إلا لون حزقية الحقيقة، نعمل إيه؟ إيه رأيكم نعمل إيه؟ نسكت. فسكتوا ولم يجيبوا بكلمة. انتوا عارفين ان في الطقس الارثوذكسي الحكايه دي موجوده، لما حد يحصل له غيظ قوي، اللي كتب الكلام ده دي حته في الطقس شويه ليها وضع كتابي، نشكر الرب مش كل طقس كده، لكن دي حته ليها وضع كتابي. ايه اللي هو اسمه؟ تدريب السكوت. تدريب السكوت انا حضرتها معاهم، واحد مارس هذا التدريب احكي لك حكايه دلوقتي. تدريب السكوت لا يمكن ينطق مهما حاول انسان يخليه ينطق لغايه لما الموضوع يخلص عنده. تدريب السكوت، كان في احنا في السجن هناك كان في اثنين من الاساقفه في اختلاف بينهم، واحد منهم اللي هو حبيبي الانبا بشوي، والتاني غلبان، هو شلحه بعدين على لما رجع شلحه. فالسجن بقت الفروقات مش كتيرة، لأن العمة اتخلعت، يعني بقى كنا مسجونين يعني. فتجاسر الصغير ده، ما هو كلام بشوف الأكبر واحد في السجن، وكلهم أصغر منه، مش في السن لا في الرتبة،
ده أول واحد بقى اترسم يعني أسقف، ده أكبر واحد في السجن، وده كان من الصغيرين أوي. فكان الأنبا بشوية عشان أشكر ربنا المحبة اللي بيننا دي، فكان عمل فريق ترنيم يتكون من ثلاث أسقفة وأبونا الزكريا والشيخ الإنجيل اللي هو أنا، خمسة، فريق ترنيم. فكان الكلام ده بيغيظ كتير من الشعب يعني، فمن ضمن الناس اللي عشان أنا فيهم، حتى كانوا يقولوا اسمها فرقة لطفالة دي، مش يعني كانوا بيحتقروا بيحاولوا يجرحوا اللمبة بشوية. بس هذا بقى الأسقف ده تجاسر وراح قال له إيه، قال له إحنا ما عندناش عادة في الكنيسة الأرثوذكسية إن إحنا نسقف، إحنا كنا بنسقف ما فيش مزيكا عندنا. فرد عليه لما بشير رد جارح شوية، قال له طيب يعني عايز نستخدم إيه آلة موسيقية، ما عندنا الصنوج هنا في السجن، بدل الصنوج عندنا أدينا بنعمل كده، إيه المشكلة؟ والظهر يعني كان شادد عليه شوية، فدخل في اختبار الصمت ده أو اختبار السكوت. أنا حاسس في الحكاية شدت يعني، فعادي صالح الراجل يعني، راجل غلبان أو طيب جدا. فبقول له هو ايه الحكايه؟ قال يا حاجات بسيطه كده، هو يعني بياخد تدريب بسكوت لغايه لما يهدى كده. ثم انصالحه قال لي طب حاول. قلت له صعب يعني؟ قال لي مستحيل يرد عليك. لا ايه، انا ما فيش بيني وبينه مشكله. مش مشكله، مش هيرد. فروحت فعلا ان انا اكلم الاخ ده انه حتى يعني اطرف بعينه انه سمع حاجه. مفيش فايده، كانه صنم لا يسمع ولا يتحرك. انا خدت درس من لما يحصل لي حاجه هتضايقني وتنرفزني وتشد اعصابي ابقى زي الصنم، لان من ربنا لغايه لما اهدى واعرف اتصرف. وده درس مهم جدا ناخده من الدراسه بتاعتنا النهارده. اسكت اسكت، ما تغلطش ولا بكلمه، لان سنعطي حساب عن كل كلمه بطاله. اسكت اسكت اسكت. الحمد لله انا مراتي ما بتعملش معايا كده خالص، لكن لو واحد فينا عملت مراته معايا كده اسكت برضو. ولادي ما عملوش معايا كده خالص، لو حد حصل اسكت برضو. كل ما تلاقي نفسك حتى يعني تطلع عن حدود اللياقه الالهيه اسكت لغايه لما الموجة تعدي. وده أمر مهم جدا نتعلمه من درسنا النهارده، لأن أمر الملك كان قائلا لا تجيبوه. خلص الموضوع، فجاء اليقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبنا الكاتب ويؤاخ ابن أساف المسجل إلى حزقية وثيابهم ممزقة، فأخبروه بكلام ربشق. وهنا جاء الحل اللي هو هنشوفه بعد كده. آخر حاجة نقولها إنه لغاية دلوقتي كان شبنا الكاتب ما انطردش. شبنا الكاتب احنا خدنا عنه خدمة، أو يعني دخلناه في خدمة أو تأملنا فيه أكثر مرة. شبنا الكاتب كان راجل المفهومية مش راجل الروحانية، وربنا جاب النبوة عنه في سفر في سفر إشعياء. ألفك لفك فريرة مش عارف ولا ليه، وأطردك إلى أرض بعيدة وهناك تموت يا عار بيت سيدك. يعني ربنا شافه بشع جدا. ده كان جليس الملك في يوم من الأيام، واحتمال كبير هو اللي قال له أشر الذهب من الهيكل. وأعتقد هو اللي هنا قال لليقيم ده ما مش مذكور الكلام ده في الكتاب، طب ما ترد عليه. وده اللي خلى اليقيم يغلط. كان وقتها هو جليس الملك واليقيم الكاتب. لما حزقية اكتشف ان الشخص ده مشروحي نزله بس رتبه، خلاه هو الكاتب، مش كده شبنا الكاتب؟ شبنا الكاتب اه، وخلى اليقيم اللي هو ايه؟ اللي هو على البيت، اللي هو يعني كبير اليوران. ودي برضو نصيحه ثانيه ناخدها في اخر اجتماعنا، وطولت عليكم النهارده.
حاسب من الجليس بتاعك مين؟ حاسب من أليف صباك مين؟ حاسب من البيس تسمعه سرك وانت مستريح مين؟ حاسب. ليكن شخص يتقي الله ويحفظ وصاياه عشان يصون سرك، وعلشان يقول لك الكلمة النافعة اللي هي من فوق، ولما تسمعها اطمن قوي واتكلم بيها حياتك تستريح. اوعى من شغل الأغبندة ومش عارف ايه، ولا لا 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 لا، ده كلام فارغ. التقوى نافعة لكل شيء، لها الهدوء والطمأنينة في الحياة الحاضرة والعتيدة، المكافآت في الحياة الأبدية. ولإلهنا كل المجد الأبد، آمين 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 آمين. هللويا، يا رب يبارككم. تفضل يا أخي.